واليوم أتوجه إليكم، أنتم إخواني وأخواتي، عائلتي الكبيرة، أبناء شعبي الذين أستمد منهم كل العزيمة. اليوم كل واحد منكم جندي لهذا الحمى، كل من موقعه، وأطلب منكم بصوت الأب لأبنائه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتقي بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب، فلنتفانى في التضحية والعطاء كما هي الأم التي نحتفل بعيدها في هذه الأيام. وإننا إذ نستمد الشعور بالبركة بمناسبة الإسراء والمعراج في ليلة من أيامنا هذه، إننا نستذكر حديث جدي الأعظم المصطفى عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يفد بعضه بعضا. فقد كان الأردني دائما لأخيه الأردني سندا، وسيظل الشباب لن يكل، وأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويحفظ الأردن، وأن يبارك في جهود المخلصين من أبنائه في كل مواقع. يعني المرض هذا حضانته أسبوعين، نقعد في البيت أسبوعين بنشف وبموت، بس نقعد في البيت أسبوعين، واللي بيطلع ياخذ غرضه ويبعد عن اي واحد مترين. اذا بيقرب عليك واحد قل له اتق الله، ابعد عنه شوي. نحن بنحمي بعض كلياتنا، هيك بنقضي على المرض مع بعض. اي واحد بيطلع خارج السرب، بيقرب خارج السرب، بيقضي علي وعليك وعلى ابنك. وهي ليست رجوله، ليست رجوله التمرد الان، لانه لما يلاقي امه او ابنه ما يلاقي سرير في المستشفى زي ما شفنا في الدول الأخرى وانتو شفتوا معنا، راح سوف يفقد رجولته في هذه اللحظة. لما امه وابنه ما يلاقوا مستشفى، وشفنا في دول عظمى اقوى منا حاطينهم في الكرادورات وفي الساحات المرضى، والمرضى عم بيموتوا في الساحات. نحن لا، لن نسمح بهذا، وما لازم نسمح لأي واحد انه يخرب الجهد. جهد كل الناس، 90% من الناس ملتزمين، لازم نكون 100%. أسبوعين نوقف مع بعض، بنشف المرض، بموت، بنتهي، نحن اللي بنقضي عليه، ما لازم نخلي المرض يقضي علينا. أي واحد بيقرب عليه قل له اتق الله، وقف عنده. يعني بإيدنا الحل، بإيدنا، ونحن أحسن من غيرنا بكثير، لكن هذا مؤشر خطير يجب أن ننظر إليه بعناية ونلتزم جميعا لكي نحمي أولادنا ونحمي أهلنا جميعاً.